الحمد لله اليوم كان نهار مزيان، كنا المهم درنا الكومبلي ديالنا اللي محدين، وحنا في ثلاثه الحجلات الواحد، احنا بيناتنا اتفاقيه بيناتنا على حساب العام كاين شويه الجفاف وكذا، درنا غير ثلاثه الحجلات لان الحجل كيبقى ديالنا النيت كيبقى باش يتكاثر ان شاء الله. هادو سير هادو المساعدين ديالنا في فلاشاس. ضروري هادو لما كانوش ما ينوضلكش الحجل، لان الحجل عنده توا دفاع عن النفس، كيدافع على نفسه، وهادو بكراس بالريحه ديال الحجل وداكشي انهم كيكتشفوا هادو يوقفوا على الحجل تيغارديو الحجله ويقول لك هاي هنا يعني خاص صغير يهضر ما يتلفت عندك يقول لك هاي كاين. حنا الحمد لله ملي سمحوا لينا باش نصيدوا، لان هاد مشكل ديال كورونا كنا كنسحبوا راسنا ما غاديش نصيدوا كاع، ولكن الحمد لله بالاجتهادات ديال الجامعه الملكيه للقنص وداكشي تفتح الصيد. يعني حنا كناخذوا شويه د الحيطه وكنتباعدوا على بعضياتنا فاش كنكونوا كنصيدوا، كنكونوا سويفو خمسه وكل مبعدين على بعضياتنا. ايوا والكمال ديال الله سبحانه وتعالى، ربي لما بغاش تقاصر ما تقاش، هذا هو اللي كاين. ما حنا كنديروا الحيطه والحذر في اليوم ديالنا ديال الهوايه، كنحترموا القوانين، نحترموا المسائل المسافات، ونحترموا بعضياتنا بعاد على بعضياتنا، هذا هو اللي كاين. هذه كانت عباره على خماسيه، ولكن القانون ردها غير ثلاثيه، كدير فيها ثلاثه القرطاسات، كدير قرطاسه هنايا ودير الاخرين هنا جوج اخرين هنا، ومن هنا هي مسدوده عند لا سيكوريتي ديالها. ملي كتكون تبغي تصيد هكا كتطلقها ها هي، وملي كتكون غادي في او مارش كتكون اون سيكوريتي باش ما واخا دير القرص تقيس القرص ما يخرجش. صافي هادشي اللي كاين. وملي كتبغي تخوي عاوتاني انت كيبقى يخرج ها هي خوات. بحال النهار ديال العطله كدوزو كتمشي ناشط في لابريميدي ملي كتسالي الصيد ديالك، واخا كتعيا شويه وداكشي ولكن كتمشي ناشط، لان يوم ديال الصيد راه يوم ديال راه بحال واحد لعبتي شي ماتش ديال الكره ولا كله عنده هوايته. حنا الهوايه ديالنا هي الصيد، وكاين اللي هوايته الفوت ولا هوايته الباسكيت ولا هوايته بحال هكاك، حتى حنا كننشطو ملي كنقومو بداك النهار ديال الصيد.